موسكو في الواقع في الكثير من المرات تؤكد دائما بأنها منفتحة للحوار ومنفتحة أيضا للعمل الدبلوماسي والسياسي لاحتواء هذه الأزمة بسبل سياسية، حتى أن الخارجية الروسية اليوم قالت بأنه إذا ما كان هناك اتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا فهذا يتطلب قرار داعم من مجلس الأمن، في إشارة واضحة بأن روسيا لا ترفض الجهود الدبلوماسية والسياسية لاحتواء هذه الأزمة. نعلم بأنه في وقت سابق كان هناك محاولات للوساطة من طرف فرنسا ومن طرف ألمانيا وتركيا ومن طرف حتى إسرائيل للوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني، لكن الثابت هو تمسك جميع الأطراف بالمطالب والشروط التي تراها مناسبة ومناسبة لرؤيتها الخاصة لحل هذه الأزمة. اليوم كانت هناك محادثات أو مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني عن طريق الفيديو، وستستأنف هذه المحادثات غدا بين الوفدين. شهدنا خلال اليومين السابقين جملة من التفاؤل أو من التصريحات الإيجابية من كييف وموسكو بخصوص مسألة التفاوض والمحادثات، حتى أن أحد أعضاء الوفد الروسي المفاوض بين الوفدين الروسي والأوكراني صرح بأنه يمكن الوصول إلى بعض التفاهمات في بعض النقاط مع الوفد الأوكراني. واليوم الخارجية الروسية قالت بأن الوصول إلى تفاهمات محتملة بين روسيا وأوكرانيا هو رهينة لمدى رغبة ونية الجانب الأوكراني في الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. يبدو من خلال كثير من المتابعين والخبراء بأن كل طرف متمسك بشروطه وأن الوساطات المتعددة هي فقط لتعبيد الطريق أمام سيرورة هذه المحادثات ومواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي. في وقت سابق الكرملين لم يستبعد حتى عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنه اشترط بأن تكون هناك أجندة واضحة للنقاشات وأن تكون هناك مخرجات واضحة لهكذا قمة، ولا يكون الهدف منها هو اللقاء من أجل اللقاء. في المقابل تتمسك كييف هي الأخرى بمطالبها وبشروطها المتمثلة في وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار وفي انسحاب كل القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي تعتبرها السلطات الأوكرانية محتلة من طرف الجانب الروسي. إذن هذه الوساطات والمساعي الدبلوماسية في نظر الكثير من الخبراء بأن الهدف منها في الوقت الراهن هو فقط تعبيد الطريق أمام المزيد من المحادثات وتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا في عدد من الملفات، حتى بما فيها تلك الإنسانية المتعلقة بفتح الممرات الآمنة وإجلاء المدنيين من النقاط الساخنة.